على إثر وفاة ربان باخرة الصيد خالد متأثرا بحروق من الدرجة الثالثة بعد أن أقدم على إدرام النار في جسده داخل مقر المندوبية الجهوية للصيد بالداخلة، نظم عدد من البحارة والفاعلين الجمعويين في مجال الصيد البحري بالمدينة وقفة تضامنية مع الضحية أمام مقر مندوبية الصيد البحري وتنديدا بما أسموها خروقات يعرفها المجال، مطالبين السلطات بإفادة لجنة خاصة من أجل التحقيق في الواقعة ورد الاعتبار لروح الضحية. هذه الوقفة التي حضرها ممثلون عن السلطة المحلية والمندوب الجهوي للصيد البحري بالداخلة عرفت قراءة الفاتحة على روح المرحوم، كما رفع الحاضرون أكف الذراعة للعلي القدير بأن يسكن الفقيد فسيح جناته. إن لله وإنا إليه راجعون. كنتم صادقين، ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ربي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه السلام العليم، إنما إذا أراد شيء نحن نحيي الهدى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاءها المرسلون، إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا آله وصحبه وسلم تسليما، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.